إبرازاً للمجهودات الأمنية المبذولة من طرف أسلاك الشرطة بوهران لإنجاح موسم الاصطياف لهذا العام، تم برمجة خرجة ميدانية لممثلي الأسرة الإعلامية انطلاقاً من المقر الولائي للشرطة باتجاه الكورنيش الوهراني. القافلة الإعلامية حطت رحالها مباشرة بشاطئ الكتبان الرملية الذي يشهد إقبالاً منقطع النظير من قبل المصطافين، بعد تدشين الخط البحري الرابط بين ميناء وهران والطرف الغربي. وقد تبسط التواجد الشرطي المكثف جواً من الأمن والاطمئنان وسط المصطافين الذين أبدوا ارتياحهم لظروف الإقامة ولشروط السلامة وللخط البحري الجديد الذي يهدف لتعزيز مكانة السياحة الداخلية وللتقليص من الزحمة المرورية وما ينتج عنها من مآسي الطرقات. كاميرا جريدة الجمهورية رصدت انطباعات وتصريحات رئيس أمن دائرة عين الترك وعون الحماية المدنية عن عملهم اليومي بهدف ضمان الأمن وسلامة المصطافين. دائرة عين الترك فيها حوالي 14 شاطئ، فيها 11 شاطئ على مستوى دائرة عين الترك، مقر فيها 3 شواطئ على مستوى بوسفر شاطئ. أمن الولاية مشكورة بالتدعيم تاعها، حيث دعمت أن الدائرة بحوالي 2000 شرطي مشكلة على جميع الشواطئ تاع دائرة عين الترك بما فيها بوسفر شاطئ. التشكيلات الأمنية المسخرة فيها دراجين، فيها مثلا الشرطة القضائية، فيها الأمن العمومي، ويتم احتلال جميع النقاط لتسهيل حركة المرور وتسهيل حركة المشاهدين يعني المواطنين. والشواطئ تاع عين الترك راه تجد إقبال لا نظير له، ماشي كيما زي يعني زي تاع الشرطة، خصوص الشواطئ عندنا زي تاع الشرطة القضائية وزي تاع الأمن العمومي. احنا غير الشواطئ كما ذكرت الشيخ علي الدين، راه عندنا المرشيات كل شاطئ، رانا لي ميكرو جام فيكتي، رانا دو بيرسون تاع سيكتور، عندنا لي ليميت هنايا 150 متر 200 متر، نبدو الصباح من 8 حتى 10 تاع الليل، رانا مقابلينهم، عندنا لي بوي، عندنا ماتريال، الشعب تاني راه معاونا والحمد لله، كاين سيكيريتي كاين الامن. تما الحمد لله في الساعة راه كاين ماتريال كاين بوي كما تشوفوا، لي ميكرو جام واحد وضرب سيكتور تاعو، شاك 20 متر 20 متر كاين واحد.